كريم بوزنادة المدير التجاري بالشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين. مساء الخير سيد بوزناد، وشكرا شكرا على تلبية الدعوة. شكرا للاستضافة. شكرا لكم على تلبية الدعوة سيد كريم. إذن انطلاق أول رحلة كما أشرت الآن اليوم، وهذا بداية من الساعة 7 مساء من ميناء وهران. بداية نود معرفة الشروط التي وضعتها الشركة من أجل تنقل المسافرين عبر البواخر. يعني بعد نفس الرحلات البحرية بعد الانقطاع تاع 19 شهر، سنبدأ يعني من سفرية من ميناء وهران إلى ميناء أليكانت عبر الميناء، يعني هذا اليوم كما قلتي على الساعة 7 مساء. والبروتوكول الصحي هو معروف، يعني خر يعني اوبليغاسيون اجباريه بي سي ار دو 36 36 ساعه ابارتير دو ديبار، يعني كيقدم التذكره باش نعطيو له لاكسي او بور لازم ام بي سي ار نيجاتيف دو 36 نعم جو لي ريبيت، يعني لازم ام بي سي ار نيجاتيف دو 36 بور بيرميتر للمسافرين de pour effectuer la traversée entre Oran et Alicante. C'est l'exigence des autorités espagnoles pour permettre aux voyageurs algériens d'effectuer la traversée. وهل كذلك في شروط بالنسبة للتلقيح؟ شوفي الإجبارية يعني تاع لي زوتوريتي اسبانيول سي لو بي سي ار دو 36 اور. نعم، ولم يتم التطرق لشرط التلقيح من عدمه. لكن عندكم دفتر تاع فاكسيناسيون، الكارني دو فاكسيناسيون تجيبه مع واحد المسافر يقدر يجيبه معاه، بصح افيك لو كارني دو فاكسيناسيون لوبليغاسيون اي فات دو بي سي ار دو 36 يعني دو 36 اور. نعم. طيب بالنسبة لعملية اقتناء التذاكر كيف تمت وكيف ستتم بصفة عامة؟ يعني احنا الوكالات التجارية صافي قريب سمعنا. نعم. ابارتير دو الحد هذا توت لي زاجونس كامل الوكالات التجارية تم فتحها يعني على اطراف توت تيريتوار ناسيونال عبر كل قطر جزائري، وحتى في الخارج في فرنسا، وحتى الوكالات المعتمدة في أوروبا يمكن المسافرين اقتناء وكي يتوجهوا إلى الوكالات التجارية ولا عبر البوابة الإلكترونية، هي الجيري فيريز بوينت دي زد، وين كاين بوابة إلكترونية وين يقدر يقتنوا عبر الإنترنت اقتناء التذكرة الإلكترونية. لما نتكلم عن التذاكر أكيد نتكلم عن نقطة مهمة والتي تهم المسافرين، ألا وهي أسعار هذه التذاكر. لو نفصل أكثر سيد كريم، هل هي في متناول المسافرين؟ يعني آخر ثمن التذاكر هي في متناول جميع المسافرين، وهي أقل تكلفة من أسعار النقل الجوي. وحنا ما عندناش دي ريستريكسيون اون تيرم دو باجاج ولا دو بوا، يعني يقدر يجيبوا خر توت لي باجاج اي سون ديتيرميناسيون دو بوا. بور فوز انديكي يعني خر ثمن البري دو باز بور ان ديبار من فرنسا ولا من اسبانيا ا ديستيناسيون دو لاجي سي 260 يورو ان بلاس باساجي، ولا كاين واحد حاب يدير انالي روتور افيك ان فيكول بيان سور ان بلاس اون كابين سي 774 يورو، وهذا سي ان بي دون اني فالاب اون اني بور ان بي دو 6 موا سي 674 يورو 674 يورو سي بور ان بي دو 6 موا. نعم. كذلك أود أن نعرج إلى نقطة ألا وهي الباخرة الجديدة، باخرة باجي مختار 3. هذه الباخرة نعلم أنها لها طاقة استيعاب جد مهمة،
هل ستدخل حيز الخدمة مع إعلان العودة وانطلاق رحلة البحرية؟ باخرة باجي مختار إن شاء الله ستدخل في الخدمة في الفاتح في من نوفمبر، يعني في نضال سامبوليك فاتح. نعم. من نوفمبر ستنطلق من ميناء الجزائر إلى مارسيليا بإذن الله. طاقة استيعاب الباخرة هذه هي 1800 مسافر و600 سيارة في المرآب. دركا حنا السلطات المحلية والوصاية حدوا لنا سقف ما لازمش نتجاوزوه مع أجل الجائحة الكورونا. نعم. يعني نروحوا حتى 1300-1400 مسافر، يعني بور ايفيتي التقارب، بور ايفيتي بور جيري لا سيتياسيون او ميو دي زانتيري تاع المسافرين. حدوا لنا سقف ما لازمش نتجاوزوه. بصح الباخره هذه الباخره الفخمه باجي مختار تقدر تستوعب حتى 1800 مسافر و600 سياره في المرآب. لو برومي فواياج يعني الرحله الاولى ستتم من تخرج من ميناء الجزائر الى مارسيليا البرومي نوفمبر باذن الله ان شاء الله. جائحه كورونا نعلم انها اثرت على العديد من القطاعات، لو نتكلم عن خسائر التي تكبدتها الشركه خلال هذه الفتره التي كان فيها توقف تام للرحلات البحريه. يعني شركه النقل تكبدت خسائر كبيره، يعني قلناها وعلناها وكتبناها باللي لحقت الى 140 مليار دينار. نعم. 140 مليار دينار وتوقف بدام مده 19 شهر. 19 شهر يعني ما كاش يا با يو داكتيفيتي، يعني اون با يو داكتيفيتي بوندون 19 موا وين حلقنا وين اون دي غاز على ديريت اون دي بري دو بانكير بوفوار فير فاس او ديبونس او سالار دي سالاري. بصح كان يعني اخر يعني اون بوفي با كونتيني او دولا دو سيت بيريود. نعم. دونك هذه لوفيرتور سي ان بينيديكسيون و يعني سمحت لنا دو رولونسي لاكتيفيتي. نعم. طيب اشرنا في البدايه الى انه اول رحله ستكون مساء اليوم، لو تعطي لنا البرنامج الذي تم وضعه الى حد الان المتعلق بالرحلات البحريه. برنامج هي سطراتو الوصايه، يعني نعم. وزاره النقل. نعم. سطراتو كاين ان فواياج بار سومان، يعني رحله كل اسبوع من وهران الى اليكونت ومن الجزائر العاصمه الى مارسيليا، وبالتداول حدونا ميناء واحد اخر من ميناء الجزائر يدير خطره يدير وهران وخطره يدير الجزائر العاصمه، يعني بالتداول سمانه في ميناء وهران وسمانه في ميناء الجزائر، يعني ومن بعد يديروا الحصيله الصحيه، حصيله صحيه على غرار وسطرا في المجال الجوي، وما يشوفوا يزيدون الرحلات ولا ما يزيدونش الرحلات. يعني هذا البرنامج سطر من طرف الوصايه والسلطات العليا للبلاد. يعني ربما سيكون فيها رحلات اضافيه لكن على حسب بعد الحصيله الصحيه، بعد أكيد. الحصيله الصحيه. أكيد، ونتمنى أنه يبقى استقرار في الوضع الصحي العام بالوطن. سيد كريم بوزناد المدير التجاري بالشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، نشكرك على كل هذه الشروحات وعلى تلبية الدعوة. شكرا. الله يسلمك.